فقطع دابر القوم الذين ظلموا. قطر ليس بعد، فحتما سيكون المقبل أشد. بدت ملامح النهاية من القاهرة تظهر بكشف مؤتمر الدول الداعية لمكافحة إرهاب قطر أقنعة من تلطخت أيديهم بدماء المسلمين وترويع الآمنين. فقد كشف المؤتمر من في الكواليس يتوارى، وقد فشلت مخططاته وانكشفت ألاعيبه، من يدير خيانة دولية ويغرق جزيرته بالكراهية. فاللغة واحدة في الرد الرسمي وفي الشاشة، كلها بدت مضطربة وخاوية. ما أظهره الرد السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية في التعاطي مع جذور المشكلة وإعادة النظر في السياسات والممارسات، بما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف. مؤتمر القاهرة بداية النهاية، فالإجراءات ستكون حازمة حتى يعومهم فيه من غي ويعودوا إلى المسارات المتعقلة. وحتى اللحظة فليس بعد، حتما سيكون المقبل أشد. ظالم خلف الكواليس يقبع ويترقب، في حين وزير الخارجية يعترف في مؤتمر روما بدعم الإرهاب. أما بالنسبة لموضوع تمويل الإرهاب وما ورد في قائمة الاتهامات، فهذا الموضوع موجود في كافة دول المنطقة، وليس فريد فقط أو ينطبق فقط على دولة قطر، ودولة قطر بالعكس هي تقع في أسفل القائمة. اعتراف بدعم الإرهاب فيما تظل النعامة بشاشتها التحريضية تدس رأسها في التراب. ما ورد في البيان لم يزد أبدا على أن يقول إرهاب قانون دولي، إرهاب مجتمع دولي، ولكن هل يمكن للسادة المجتمعين أن يخبرونا كيف سيسوقوا هذا الأمر في المجتمع؟ نعم، إرهاب وتحريض على العنف والكراهية وتدخل في شؤون الدول الداخلية، إنها دائرة السوء القطرية. فما رأيكم أن نستعير من نافخ الكير عبارته؟ رد عليه يا زلمة. والسؤال هنا يتردد، كيف سترد الجزيرة على وقائع دامغة دعمت فيها قطر الإرهاب وآوت رموزه وساهمت بتسليحه، وقائع تورطت فيها قطر تم توثيقها بالصوت والصورة وتم ضبطها بالوثائق والأدلة؟ لن نسردها، فليس بعد، المقبل أشد. مؤتمر القاهرة بداية النهاية، فالبناء المرصوص بالتكاتف لمحاربة الإرهاب بدأ دوليا في قمة الرياض، واليوم بعد أن شيد واشتد سيحقق الأمن والسلم للعالم أجمع، وسيطفئ نار الإرهاب الذي أوجع، وسيحاسب العالم من أشعل النار، فلا مناص ولا مهرب. وليحدث ما يحدث، في نهاية المطاف لدي جواز سفر بريطاني، أستطيع أن أعود إلى بريطانيا حيث جئت. وحين تزداد بالمقاطعة حرارة صيف قطر ويكون الحر على الظالم أشد، سيخرج مترقبا ويسأل أين نافخ الكير، ليقال له قد قطع دابره وسبقنا بالهرب.